السلام عليكم اخوات وحباب متابعين كلاب محمد العلامي. طبعا زي ما تعودنا قبل ما نتكلم في اي حاجه عايزين نصلي على النبي كده عشان ربنا يكرمنا ويكرمكم ونلبس الشله الاولى عشان نفهم معاهم. النهارده فيديو جديد فيديو محترم ربنا نزلنا سوا تشكيله جميله قوي من الكلاب هتعجبكم. على راسهم رودواير تشكيله جميله قوي من الكلاب فيها كذا من الكلب في منهم شرسه جامده قوي 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 في منهم تقليب قوي قوي حلو جميل وفي منهم متوسط يعني متوسط يعني التقليب بتاعه مش قد كده بس في نسبه شراسه. في منهم تقليب نظيف قوي اللي هو جمجمه وجسم وماسك والكلام ده وحاجه جميل. في جيرمان خفيف قوي بس في شراسه برضك. في حاجات جميله هتعجبكم في قلب الفيديو والله يا جدعان حسب اللي موجود في السوق. معلش سامحونا انا بصوره مش حاجه معينه مثلا في ناس طلبت مني حاجات مش موجوده في السوق فغصب عني والله فمعلش والله اللي طلب مني حاجه باذن الله الايام الجايه لو موجوده هصور له عليها. طبعا زي ما اتعودنا انا بحب اشكر كل اخ وكل اخت عندي على القناه بيتابعوني واللي حلو فيها واللي وحش ما بزعلش ولا ما عندي حاجه شيء بيفرحني برضك زي ما اتعودنا. وانت مره اخش على القناه تخش تشترك لي فيها لو عجبك الفيديو علامه لايك واشتراك فعل زر الجرس يوصلك كل جديد. كمل مع بعضينا واستنى التعليقات بتاعتكم ورب الفيديو يعجبكم ونشوف الدنيا فيها ايه. ده عمره قد ايه ده يا عالمي؟ 11 11 شهر واخد تطعيماته وحاجته متطعم ليه دفتر؟ ملوش دفتر ها؟ ده عامل كام؟ عامل كام ده يا عالمي؟ عامل كام؟ تمام فايدة ولا في كلام تاني؟ 8000 فايدة ولا في كلام تاني؟ طيب الدجاج ده عمره قد ايه؟ سنة وشهرين. اتجوز كام مرة؟ اتجوز كام مرة؟ اتجوزتين؟ واخد تطعيماته وحاجته برضك ولا؟ ليه دفتر ولا ملهوش؟ ملهوش. عامل كام؟ عامل كام؟ ست. كام رقم التليفون؟ رقم التليفون رقم التليفون 011 356 356 011 563 563 71 269 266 حبيبي على دي عمرها قد ايه النتيجة دي؟ سنة وأربع شهور. خلفت كام مرة؟ مرة ولا تطعيماتها وحاجتها؟ متطعمة ليها دفتر؟ يعني خلت تطعيمات بس مفيش دفتر صح كده؟ ده عاملة كام؟ 4000 ونص. فايدة ولا في كلام تاني؟ في كلام. كام رقم التليفون؟ 011 40 66 58 09 المكان فين؟ المكان المكان فين؟ عباسية حبيبي علامة احسن ناس. ده عمره قد ايه ده يا عالمي؟ ايه يا ابويا عندي سنه وشهر ان شاء الله. سنه وشهر متجوز ها؟ لا لسه. واخد تطعيماته وحاجته؟ ايه كل حاجه. الدفتر بتاعه موجود؟ كل حاجه. موجود. عامل كام؟ لا عامل 2.5 ان شاء الله. 2.5 فايده ولا في كلام تاني؟ لا يعني ان شاء الله في كلام تاني باذن ربنا يعني. في كلام تاني. كام رقم التليفون؟ 0100 511 511 60 22 كام؟ 60 22 ايه الرقم؟ 0 10 9 7 0 4 8 7 4 1 حبيبي يا علامة.
انت عارف تقع هدى؟ تقع ايه؟ قلت من بلاك عمره الدين سنة واخد تطعمته وحطه ولا دفتر بتاعه موجود؟ مش دفتر انت عامل كم؟ حبيبي يابا تسلم حبيبي يا معلم معرفش سعره كام يعني انت عايز تجاوب حبيبي كام رقم التليفون 011 53 62 63 64 22 حبيبي عالمي ادعي يا يلا دفتر بتاعه موجود؟ ده عامل كم؟ عامل أربعة فايدة ولا في كلام تاني؟ في كلام تاني كم رقم التليفون؟ 010 52 010 32 90 65 63 المكان فين؟ خصوص حبيبي علامي أحسن ناس ده عمرها قد إيه؟ يا امراه بالظبط 12 شهر جوزتها اول حيطه 12 شهر جوزتها اول حيطه صح كده؟ معايا 8 جرامه منها بعت 5 وفاضل لي 3 يعني انت الجرامه بتاعتها موجوده عندك اهلي فاضل 3 دي دفتر بطل معايا 3 ليها دفتر ولا ليها اي حاجه ولا؟ لا بس اي حاجه جرامه بس هي اللي متطعمه صح؟ 45 ده عامله كام؟ عشانك انت حبيبي عامله 2300 فايده ولا في كلام تاني؟ فايده كام رقم التليفون؟ 011 40 60 96 91 المكان فين؟ باب حبيبي علامي احسن ناس ده عمره قد ايه الدكر ده؟ سنة وثلاث شهور، اتجوز قبل كده؟ جوازة واحدة ها؟ واخد تطعيماته وحقه؟ دفتر بتاعه موجود؟ عوش ها؟ ده عامل كام؟ 10 فايدة ولا في كلام تاني؟ 9 ده عمرها قد ايه تاني؟ 3 سنين خلفت كام مرة؟ ثلاث مرات خلت تطعيمات ولا اي حاجه ولا بس ما فيش دفتر بردك صح؟ ده عامله كام؟ اربعه كام رقم التليفون؟ 0100 190 81 31 75 المكان فين؟ المكان هرم حبيبي احسن